قد تبدو حياة هذه العائلة النازحة إلى إحدى المدارس هادئة للوهلة الأولى، ولكن ما مر به أبو ماريا لم يكن كذلك على الإطلاق، فهذه العائلة لم تسعفها الظروف لعلاج ابنتها البالغة من العمر 2.5 العام بعد إصابتها بمرض السحايا الدماغية الذي تسبب بشللها، ليبدأ سباق العائلة مع الزمن ورحلتها مع العلاج في المناطق المحررة. ماري بنتي كانت تمشي أول شيء مساعدة قوية، يعني بدها ووكر، بدها اثنين يمسكوها لحتى تمشي. لما نزحنا من الحوض اللي يرموك بسبب الأوضاع اللي مرينا فيها، دخلنا على مركز سند بلدة الجيزة، والحمد لله مع الأستاذ أحمد كان يعالجها. الحمد لله صار مساعدتها خفيفة، يعني أي واحد يقدر يمشيها لو بإيد واحدة تمشي. تجارب وخيارات عدة مرت بها الطفلة ماريا، بدأت بمرحلة للعلاج بالدواء وآخرها مرحلة دخولها مركز سند للعلاج الفيزيائي لتتلقى العلاج الخاص بها، بالإضافة إلى مساعدة الأهل في العلاج أيضا، والنتيجة أنها تمكنت بالفعل من السير مجددا. راجعتنا الطفلة ماري ذات العمر 2.5 إلى قسم العلاج الفيزيائي في مركز سند الجيزة. المريضة لديها قيلة سحائية نخاعية، ضعف شديد في الطرفين السفليين. كانت عندما رجعتنا تستطيع المشي بمساعدة من الأهل، لكن مساعدة كبيرة. حاليا تلقت عدة جلسات فيزيائية وتستطيع المشي بمساعدة بسيطة دون استخدام جهاز الوكر أو الأهل. الطفلة ماريا واحدة من مئات الحالات التي تحتاج إلى أنواع مختلفة من العلاج، وكل ما ينقص هذه الحالات مشافٍ تستقبلهم ومراكز تأخذ بأيديهم ومدربون يعملون على تأهيلهم بما يناسبهم. لأورينت نيوز درعا.